خلينا نشوف الاخوان هنا موجودين، هاي الحلويات اللي موجوده، الحلويات الطيبه، الحلويات اللذيذه اللي دائما يمدحوننا بها اهل اربيل، او اعتقد يمكن دول يمكن من اخواننا السوريين اللي موجودين هنا، ايضا سوريين يتفننون بال هاي الحلويات وانواع واشكال. السلام عليكم، شلونك عيني؟ كل عام وانت بخير. انت بالف خير يا رب. شغل العمل بالعيد؟ والله الحمد لله رب العالمين. شلون الاسعار؟ حلويات اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، كيلو المشكل ب 16,000. 16,000. اكو اقبال علي؟ اكو ناس تشتري؟ اقبال الحمد لله فضل الله. تمام. ليش الكيلو؟ هسه اذا واحد ياخذ بقلاوه كيلو بقلاوه بيش؟ المشكل كيلو ب 16,000. 16. وهاي البرمه وهاي الشغلات؟ هذا المشكل هيك كامل كلياته. هذا بدين الحور لو بال الحور؟ خلينا نسال الشباب هنا. السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير. انتم بالف خير، صحة وسلامة. عيد سعيد عليكم ان شاء الله يا ربي، والله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. اليوم حلويات؟ أكيد يعني ماكلين غدا قوي وشوية تحلون. مندي مندي مندي. إيه. مندي وين ال يا يا مطعم؟ إجانا جاهز. وصلتوا جاهز. إيه. وهسه تاخذون حلويات؟ اي هسه حلويات. تاخذ جسم يدور حلاوه شويه. الجسم يدور حلاوه. منين جاي؟ من صلاح الدين. صلاح الدين بالعكس يحبون الثريد، يحبون الجيميه والشغلات. هم نكمل هنا هم ندور مندي وهذا وثريد. جت هنا وتدورون هم المندي. والكباب نفس الحاله يعني. يلا سلم حيا سلمك سلمك. ممنوني ممنوني. شكرا عيني، شكرا حبيبي، شكرا. والله صباح هنا اجواء حقيقة صدق أجواء عيد، يعني أجواء جميلة جدا. و خلينا نشوف هاي أيضا الحلويات اللي موجودة هنا. نشوف الحجي. السلام عليكم. السلام. كل عام وأنت بألف خير. كل سنة سالمين. شلونك حجي؟ العراق وعلى العراق مباشرة. على راسنا، على عيننا وراسنا والله. الله يسلمك. كل العراق. شنو عندكم حلويات اللي موجودة؟ عندنا التين، التين، عندنا المكسرات الشرزات، عندنا فواكه مجففة، عندنا طرشانه مشمش مجفف، عندنا لوز مشوي على الفحم، مشوي على الحطب، عندنا من السماء، عندنا سجق علب. والله الاسعار كلها مقبوله وكلها زين، يعني كلها درجه اولى نوع اول. اهلا وسهلا فيك. ممنونين. بس نضيفكم. والنعم والنعم والنعم. انتم غاليين علينا الفلوجه. الله الله يعزك. قناه الفلوجه كلكم غاليين علينا، والعراق كله غالي علينا. على راسنا نحن سوريين طبعا. لو سمحتوا. على راسنا. على عيننا وراسنا، على عيننا وراسنا. اهلا وسهلا ضيفنا الاستاذ بس. شكرا. واحنا ايش بكره بدنا نصور راح نعطيها اللي يلزمنا اياها بعدين عدنا ناكلها. صباح بعدين عدنا ناكلها مو هسه. ممنونين ممنونين ممنونين، شكرا يا طيب. احاول اصل للصباح للمقهى، مقهى تراثي قديم جميل جدا. انا اشتغلت عليه قبل فتره تقرير بصور قديمة تعود تاريخها إلى يعني حقيقة يعني عشرات السنين. يعني الجلسة بي جلسة ممتعة جدا. السلام عليكم. سلام. كل عام وانتم بخير. ميرسي. أجنبية؟ إيران. إيران؟ بلي. صباح. اليوم أيضا حتى السياح بالقلعة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بلي. كل عام وانتم بخير. ميرسي. ممنون. تشكر. 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 شكرا جزيلا. ميرسي. قربانا. ميرسي. سقز. ها؟ سقز إيران. سقز إيران. سقز. إيه. شاري سقز. مدينة سقز. مدينة سقز. مدينة سقز. مدينة سقز إيران. كل عام وأنتم بخير. From إيران. كل عام وأنتم بخير. ميرسي. تشكر. سلامت بي. ميرسي. قربانا. الجميل أيضا في أرجنتين. تاكل موطه. الجميل في قلعة أربيل أو في عموم إقليم كردستان، الأماكن السياحة في عموم إقليم كردستان، السياح الأجانب اللي موجودين هنا من مختلف الدول، أيضا سياح عرب من دول الخليج موجودين هنا. خلينا نشوف الإخوان اللي موجودين هنا والزي يبيعون الزي العربي بالقلعة. وأنا ماشي صباح. السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. والسلام إن شاء الله. صحة وسلامة. عرف عليك؟ أنا عربي. اسمك؟ رضوان سنسور. السعيد وكل عام وانتم بخير. انت بخير من العادين. الله يسلمك. تشتغلون بالزي العربي؟ لا سياحة. ها سياحة اشتريتوا؟ ايه. شو اشتريتوا؟ اشترينا بنطلون وحذاء هيك. ما اشتريتوا شغلات هذا؟
لا مو احنا اهل الدجاديش. الدجاديش ايه اهل النجف الاشرف، سلامنا وتحياتنا لهم. شلون النجف العيد بالنجف؟ زين الحمد لله. الحمد لله هناك شنو اللي عندكم؟ هاي يمكن الدهينه، يمكن دهينه مو دهينه النجفيه. ايه النجف مشهوره بكل شيء، بالقيمه، بالدهين، بال عندك بالعنبر. اي عنبر لو خلص بعد يعني شويه؟ لا بعد لان ظروف الجفاف شويه راح يبدي. اي راح يبدي. لا اكو موجود ليش؟ اي بس موسم يعني كل سنه. اي موسم ماله. شلون الاجواء بالربيع؟ والله حلو ان شاء الله بوجودكم، وجود هاي الناس طيبه. انت احلى رحم الله عليك. السلام عليكم. ممنون يا طيب، شكرا جزيلا. شكرا.